الهلال السعودي. فتعالوا ناخد كريم اشرف لاعب شباب الهلال السعودي، واحد من اللعيبه المتالقه جدا مع فرقته في السعوديه، واللي فيه كلام على انه هيكون موجود مع المنتخب في الفتره اللي جايه. يا كريم مساء الفل وكل سنه وانت طيب، وسعيد بوجودك معايا. مساء الخير استاذ كريم. في البدايه انا حابب اعبر عن سعادتي بوجودي مع حضرتك النهارده، ومبسوط اكتر اني موجود على قناه اون سبورت، وده شرف ليا. حبيبي الشرف لينا وسعيد بوجودك معايا. واحكي لي بقى كده عن البدايه مع الكوره، ابتديت ازاي وفين وعملت ايه عشان توصل للهلال السعودي؟ طبعا انا في البدايه انا مواليد المملكه العربيه السعوديه، زي اي طفل عادي جدا بحب الكوره من وانا صغير، يعني بلعب في المدرسه كتير لحد ما استشعر والدي ووالدتي ان انا يعني بلعب كويس وكده. بدأت بقى أتدرج في الأكاديميات، يعني لعبت في أكاديميات كتير طبعا، مش عاوز أنسى حد لأن المدربين اللي كنت معاهم كلهم طبعا أثروا في حياتي طبعا وكان ليهم تأثير كبير، لكن أبرزهم كانت أكاديمية ستيلا. دي أكاديمية في السعودية. تمام. كان تحت قيادة مدرب اسكتلندي اسمه ريتشي ويلسون. أوكي. المدرب الاسكتلندي ده يعني لما روحت اول يوم كده هو كان كلمني حتى قال لي ان انت شايف فيك ان انت سترايكر فيرويد، وبدا انت بتلعب يعني سنتر فورورد، انت بتلعب مهاجم صريح. ايوه مهاجم صريح. اوكي. ف قال لي يعني انا شايف فيك ان انت سترايكر، وبدا يشتغل عليا. قعدت سنه ونص تقريبا في الاكاديميه دي، طبعا هي اكاديميه تسويق لاعبين يعني. فالاكاديميه دي قعدت فيها فتره، كان بيشتغل عليا في التمركز وفي التحرك، كان يعني استفدت منه كتير بصراحه. حلو. بعدها على طول طلعت على الهلال ولا كان في خطوه قبل الهلال؟ كان في عندنا مع الهلال يعني ماتش زي فريندلي ماتش، اللي هو بيختاروا من خلاله لعيبه ممكن تبقى تقدر تلعب. ايوه يعني كان ماتش ماتش ودي كده، واختار الهلال يعني مش اختار بعد الماتش بدا يتكلموا معايا، اتواصلوا معايا ناس من الهلال وقالوا انك يعني كويس وعاوزين نشوفك يعني وكده. ف رحت بقى النادي واتدربت من تحت يعني تقريبا بقى لي 4 سنين لحد دلوقتي في الهلال. حلو. بتلعب بشكل اساسي مع فرقتك دلوقتي؟ انا بلعب تحت اللي هم اندر 17 تحت 17 سنه. وبتمرن فيرست تيم. بتمرن مع فيرست تيم؟ ايوه. حلو قوي ماشي. بتصعد للتدريبات مع الفيرست تيم وبلعب ماتشات في الفئه العمريه بتاعتي. حلو. في الفئه العمريه بدا في الفريق الدوري بتاعنا خلص. وانا هداف الفريق ب 13 هدف. كريم انت معاك الجنسيه السعودي صح؟ لا مش معايا الجنسيه السعودي. مش معاك الجنسيه السعودي، يعني انت تلعب منتخب مصر وحصل تواصل بينك وبين كابتن محمود جابر على ما اعتقد. ايوه يعني. اتواصل معايا الكابتن محمود جابر فعلا. ده وانا في السعوديه يعني انا كنت في الوقت ده بتمرن يعني مع فريقي والفيرست تيم. وانا اصلا اجازتي كانت المفروض انزل اجي مصر هنا اجازه يعني عشان اهلي في مصر. فانا كنت هاجي مثلا ممكن قبل العيد يعني. تمام. فلما اتواصل معايا الكابتن محمود جابر وشاف فيديوهات ليا، وبصراحه الكابتن محمود جابر يعني من الناس المحترمه جدا، وانا مبسوط اني اتعاملت معاها، شخصيه متواضعه وشخصيه محترمه جدا وسعيد جدا يعني بالتعامل معاه. طبعا جيت لما وصل الفاكس اللي هو الاستدعاء الرسمي للنادي. فجيت على طول النادي علمني ويعني عرفني، وجيت بدري شويه يعني قدمت الاجازه بتاعتي وجيت مصر، وصلت تاني يوم على طول انضميت للمعسكر. عظيم. طب احكي لي عن احلامك في الكوره برضو يا كريم، يعني انت بالنسبه لك طبعا الهلال السعودي ده مش نادي صغير خالص، ده نادي من اكبر الانديه في الوطن العربي، وبالتالي انك توصل للفيرست تيم فيه ده حاجه حلم كبير جدا يعني. هل عندك احلام تانية؟ هل عندك احلام انك تطلع لاوروبا في يوم من الايام تلعب في الاهلي او الزمالك؟ يعني شايف عندك ايه مختلف او ايه احلامك اللي جايه يعني؟ طبعا انا ما زلت اقول لحضرتك ان انا لسه لم اقدم شيء ابدا يعني دلوقتي لسه في البدايه، ما عملتش اي حاجه طبعا. تمام. يعني كل ده لسه في البدايه طبعا. وطبعا ليا احلام كبيره وليا اهداف كتيره طبعا، بس انا بس هدفي ان انا استمر بنفس المستوى بنفس الاداء اللي انا فيه دلوقتي واتطور كمان، اطور نفسي اكتر واخدم منتخب بلدي. انا متفائل بيك يا كريم، وان شاء الله نشوفك قريب مع منتخب مصر الاول ومع الهلال السعودي فيرست تيم، وان شاء الله تكون كده دايما مشرف لمصر في الدوري السعودي، واحد من الدوريات المهمه جدا. بشكرك يا كريم واتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله هنكون في ظهرك دايما لحد ما توصل لاكبر او لابعد خطوه ممكنه. ربنا يخليك. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. كريم اشرف لاعب شباب الهلال السعودي وهدافهم
واحد من اللعيبه المتوقع لهم مستقبل كبير في الهلال السعودي، واللي بيتكلموا عنه بشكل جيد جدا 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 هناك في السعوديه.